مقالة بعنوان برمجيات البنية التحتية في منظومة النمذجة للمهندس عامر حجازي، مجلة بيم أريبي، العدد الثامن، قراءة نجوى سلامة. عند الحديث عن النمذجة يكثر الحديث عن مجال البناء، بينما يغيب عن الكثير أهمية النمذجة في البنية التحتية والطرق، وهي المجال الأوسع والأكثر تنوعا والأهم من حيث ارتباطه المباشر بمشاريع ذات مساحات كبيرة، ويعد عامل الوقت والجودة وحساب الكميات له أثر كبير فيها. وفي هذا المقال سوف يتم التطرق لعدة برمجيات تدعم آلية النمذجة في مجال البنية التحتية والطرق. أولا، الفكرة التصميمية للمشروع LOD 100. هنا يبرز برنامج InfraWork 360 كبرنامج يشكل نقلة نوعية في كيفية التعامل مع واقع المشروع وبناء فكرة تصميمية مستندة على معلومات مكانية ومساحية دقيقة وأقرب ما تكون للواقع من أي تكلفة، كما أنها تتميز بجودة المخرج النهائي من حيث المعلومات الاستفادة منه في المراحل التالية من المشروع، وكذلك عمل فيديو للمشروع لغايات التسويق والتعامل مع جميع أطراف المشروع وفهم الفكرة. الجدير بالذكر أنه يغطي متطلبات Civil Work and Landscape, Bridge, Water Concept Study, Urban Planning Design. ثانيا، مرحلة تصميم المشروع التفصيلية LOD 200 إلى 400. وفي هذه المرحلة يمكن البدء من المرحلة الأولى والتي قدمها برنامج InfraWork 360 والذهاب للعمل والتصميم ضمن البرمجيات التالية. في مجال تطوير المدن والطرق عن طريق برنامج Civil 3D، وهو البرنامج الأكبر على الإطلاق من حيث التصميم والدقة وكذلك إعداد المخططات بشكل كامل، والعامل الأهم هو تحديد وحساب الكميات بشكل دقيق وديناميكي. في مجال الأعمال المساحية فنجد برنامج Autodesk Map، والذي يوفر جميع الأعمال المساحية بطريقة دقيقة جدا وتوفير أساليب عديدة للتعامل مع المشروع وفهم المعطيات وتقديم الخدمات والمخططات المساحية بطريقة دقيقة جدا. في مجال تصميم شبكات المياه الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار فبرنامج Storm and Sanitary Analysis أما مشاريع الإنارة في الشوارع وتمديدات الكهرباء والاتصالات فبرمجية Acility من شركة Autodesk، تقدم بيئة تصميمية متكاملة تتفاعل مع جميع البرامج السابقة لتصب في بوتقة تصميم التطوير الحضري. ثالثا، أما في مراحل البعد الرابع ومراحل تقديم عرض المشروع الحركي والتنفيذي، فيمكن العمل ضمن برمجيات InfraWork 360 وكذلك برنامج NavisWorks. وهنا تجدر الإشارة أن هذه البرمجيات تتفاعل مع أكثر من برنامج، الأمر الذي يقدم فرصة رائعة لتقديم العرض الحركي وبناء البعد الرابع بشكل دقيق جدا. وأيضا تجدر الإشارة إلى أن عمل الموقع والتأكد من وجود تصادمات بين أطراف المشروع في مشاريع البنية التحتية وخصوصا شبكات المياه والصرف الصحي يمكن عملها بشكل دقيق ضمن برمجية NavisWorks أو Civil 3D. وأيضا يوجد العديد من البرمجيات للبنية التحتية والتي تختص في عمل وفهم البيئة الواقعية للمشروع، منها ريكاب، وهو من أكثر البرامج المتطورة والحديثة في مجال المسح الضوئي كصورة وموديل يستخدم في أعمال التصميم، وكذلك برنامج تراكينج والذي يقدم خيارات تصميمية عديدة لمسارات المركبات وكذلك الطائرات.